أستاذ سيف رأيك تعرفني بهذا المكان، إيش اسمه؟ هذا الغور اسمه غور العبل. هذا اللي ذاك الجانبه. نعم، اللي هو المكان هذا اللي هو الحصى اللي في الوسط، شوف على شكل قلعة. نعم، هذا اللي فوق يسموها حصاة البرق. إيه، هذا حصاة البرق ما شاء الله. نعم. كأنه برق. نعم، وطبعا هذا اللي هو الجبل من الأسفل إلى الأعلى له مسميات مختلفة. نعم. ففي الأسفل هذه المرتفعات البسيطة تسمى عراقيب. عراقيب. جمع يعني مفرد عرقوب، يعني مفردها عرقوب وجمعها عراقيب. بعد أن تصل اللي هو في اللي هو المنتصف هذا يسمى الصارم. ما شاء الله. يعني الجزء من الجبل اللي هو الجزء الوسطي يسمى الصارم. بعد أن تتعدى هذا الجزء يأتيك اللي هو على شكل سهل. هذا يسمى الساب. الساب. يسمى الساب. ما شاء الله. ومن بعده يأتي اللي هو المداوير. مداوير فين؟ نعم، اللي هو قبل القمة، قبل قمة الجبل تسمى المداوير. وطبعا عاد نهاية الجبل اللي هو تسمى قمة الجبل. قمة الجبل. قمة الجبل اللي هو يسموها لها أيضا مسمى اللي هو تسمى الحد. اللي فوق. نعم، اللي هو الجزء الأخير من الجبل يسمى الحد. الحد. جميل. وهذا إيش اسمه اللي في أمامنا الآن مثلا؟ اللي هو هذا هذا عراقيب أيضا؟ عراقيب هذا. اللي هو الجزء اللي هو الجزء السفلي من الجبل يسمى عرقوب. اي جميل. نعم، وهذه طبعا على شكل برق، يعني بهذه التسميه. أيوة، سميت، لذلك سميت حصاة البرق. يعني حصاة البرق. حصاة البرق. جزاك الله.